أصبحنا أصبح الملك لله ولا إله إلا الله، سيدنا نبينا محمد رسول الله. احنا في سوق أبو حمص يوم الثلاث، ومعاكم قناة المواشي اليوم يوم 16/5/2023، وتعالوا نشوفوا أسعار النتايات الشعار الجاموس اللي تحت العشر. اللهم صل عليك يا نبي، بسم الله ما شاء الله. صباح الفل حاجة، صباحكم أبيض، صباح العسل. تجار ولا جنايين؟ احنا جنايين يا أبو حاج. الله يبارك لكم ويصلح حالكم، بسم الله ما شاء الله. تحت العشر الشابة دي، تحت العشر، الله أكبر، بسم الله ما شاء الله. عامله كام الله وكي؟ والله احنا لسه على باب الله. يعني انعملت كام بمرد الله؟ والله البيع والشراء ب 21 و 20 و 500، 20 و 500 و 21. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي، الله اكبر. فرج ومل عينيك وصلى على حبيبك النبي، اللهم صل عليك يا نبي، ربنا يبارك للمال ان شاء الله. حاج صباحك ابيض، اللهم صل عليك يا نبي. حموك صباح ابيض ان شاء الله، الله يبارك لك. صباحكم زي العسل، الله يبارك لكم ويصلحكم وحال الجميع، اللهم صل عليك يا نبي. 20 و 521 يا جماعه، بسم الله ما شاء الله. زمن عملت الحج قال الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. صباحك ابيض يا حاج، الله يرزقكم ويصلحكم، اللهم امين، اللهم صل عليك يا نبي. النتايات الشعار الجاموس يا جماعه اللي تحت العشر، صباح الخير يا معلم. صباحك ابيض ان شاء الله. تاجر ولا جنان؟ لا تاجر. عرفنا باسم الحاج ياسين صبحي توفيق. المعلم ياسين صبحي من هنا من ابو حمص؟ اه من ابو حمص. الله يبارك لك، بسم الله ما شاء الله. دي بكام ودي بكام بمرد الله؟ صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. دي ساعة الباشا ب 21، دي ب 21، بسم الله ما شاء الله. والثانية دي؟ وده هي ب 18 ونص، 18 ونص، 21، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي. مالا يا جماعة، صلاة النبي عليه اهوت النتايات الشعار الجمود اللي تحت العشر، اللهم صل عليك يا نبي، الله أكبر. معك حاجة غيرهم تاني؟ معايا دهم يا باشا، اللهم صل عليك يا نبي، بسم الله ما شاء الله. مزرعة الحاج عبد العال، مزرعة الحاج عبد العال، الله يبارك فيك، بسم الله ما شاء الله. كم وكم؟ الله يبارك فيك يا عم، اهلا وسهلا، اللهم صل عليك يا نبي. وناس محترمين يا حاج، الله يبارك لكم. على اثار وعلى اللحمه عليه اللي بس يا حاج، خليها على الله، اللهم صل على النبي، بسم الله ما شاء الله، الله يقويك يا غالي. صباح قبي، كم وكم هنا يا حاج؟ كم وكم؟ 23. لما هناك، لما هناك ب 23، والنهديه الثانيه ب 1 ونص، 21 ونص، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. الشعار الجاموس يا جماعه اللي تحت العشر في سوق ابو حمص، اللهم صل عليك يا نبي، الله اكبر. معاك رقم تليفون ناخده له حد اصحاب تواصل معاه؟ اه، والدليل اللي ما رضيتش بقى تشيله لي. يلا خافت حد يعكسه؟ خافت. الله يقويك ويعينك. لا اسمع كلام الولي. الله يرضى عليك، صباحك ابيض، الله يصلح حالك. نتايه جنيه يا جماعه، بسم الله ما شاء الله. صباح الخير يا معلم. يا صباح الخير. صباحك ابيض ان شاء الله. تاجر ولا جنان؟ لا ان شاء الله تاجر. الله يبارك لك، عرفنا باسمك طيب. اخوك مصطفى مسلم. المعلم مصطفى مسلم منين يا غالي؟ من كفر الدوار. كفر الدوار وتجار كفر الدوار، الناس المحترمين، الله يقويكم ويعينكم، بسم الله ما شاء الله. عمره قد ايه تاني؟ عمره سنه يعني سنة وياه، اللهم صل عليك يا نبي. عاملة ايه يا مين؟ عاملة 15000. 15000 يا جماعة، نتاية خشنة، صلاة النبي عليها ايه، اللهم صل عليك يا نبي، الله أكبر، بسم الله ما شاء الله. نتايات الشعار الجاموس، الله أكبر، بسم الله ما شاء الله. معك حاجة غيرها يا معلمي؟ لا والله كان معانا وتوكل على الله. الله يصلح حالك ويرزقك. ادينا رقمك لو حد عايز حاجه برضه اتواصل معاه. تحت امره. الله يبارك لك. 0100 81 58 58 450 يعني موجود نتايات شعاري جنيه تحت العشر وعشره برضه فيه. الله يبارك لك ويصلح حالك وحال الجميع. اي حد يتواصل معاك تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاه. صباحك ابيض ان شاء الله. الله يرزقك واصلح حالك. اللايك والاشتراك لقناة المواشي اليوم عشان يوصلكم الأسعار يوم بيوم. أشكركم على حسن المتابعة داخل مصر وخارج مصر. هنسيبكم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.